قد رأيناها على التيك توك، لكن كيف يمكننا معرفة ما إن كانت هذه الحيل حقيقية؟ لا داعي للقلق، فنحن سنقوم بكل العمل ونكتشف كيفية تنفيذ هذه الحيل. هل أنت بخير يا هانا؟ استعدوا للتحدي الأول. هذا جيد. هاي ميلاني، تمسكي جيدا، مفهوم؟ ألا يمكنك إبقاء ساقيك ثابتتين؟ استعداد ورفع. حسنا، نحتاج طريقة مختلفة. أعطيني ساقا واحدة هذه المرة. هذا قميص يا هانا. أوه لا. حسناً، سأبدأ من الأعلى، لكن كيف سنحمل بعض؟ تمسكي بيدي، هيا. هذا لا يعمل. أشعر بأننا سننجح الآن. تمسكي جيداً يا فتاة. ونجحنا. إذن هذا هو شعور الطيران؟ هل أنت بخير؟ هانا، لا يوجد وقت للكلام، يجب أن أنقذ العالم. هانا، لا يمكنني حملك لمدة أطول. يبدو أنها غارقة في النوم. النجدة، ساعدوني. ذراعي على وشك الاستسلام. أمسكتها. وحان وقت الهبوط. أحلام سعيدة يا هانا. حسناً، أمسكتك. هل ستكونين بخير؟ حسناً إذن. هل يمكنك تحميل التحدي التالي؟ واو، هذا بيت من أوراق اللعب. بقيت خطوة واحدة. أجل، لا أصدق ذلك. أحسنت يا ميلاني، لماذا لا تفسحين الطريق للمحترفة؟ سأجهز نفسي هنا. كلا يا هانا، لا تفعليها. يبدو أن مهمتي انتهت هنا. كان ذلك إخفاقاً ملحمياً. هل تريد التدرب؟ ضع قوة صودا مفتوحة بالمقلوب على ورقة لعب. حالما تتوازن، استجمع شجاعتك لسحبها. الآن. نعم، لنصعب التحدي قليلاً. مستعد؟ 1، 2، 3، انطلاق. أنا ماهرة في ذلك. حان وقت مضاعفة العدد. ولن أنظر حتى. واسحبي. هل يمكنك تصديق ذلك؟ هل تظنين أنك رائعة؟ سنرى. دعواتك أيها الجوكر. مهلا، لا يفترض أن تنسكب الصودا، لكن أنا مستعدة للمحاولة ثانية. أفضل بكثير، كل ما يتطلبه حركة سحب سريعة. الثالثة الثابتة، هيا. ضربة سريعة. جاري التنظيف. سأنجح هذه المرة. تبا، ربما كان الزجاج فكرة سيئة. سأسحبها بسرعة. هذه الصودا تكفي لقبيلة. حسناً، لا مزيد من العبث. سنستعين بكافين هذه المرة. إنها ورقة جلب الحظ. أرينا مهاراتك يا هانا. ربما سيحالفني الحظ هذه المرة. ها أنا قادمة. كافن جلب الحظ السعيد لي. كافن؟ ها؟ كشفتك يا هانا. تحد آخر قادم. ما رأيكم بنظارتي؟
قارني أفضل بكثير. أولاً يجب أن أجهز كل شيء. هل تظنين أننا مستعدتان؟ لنبدأ الجولة. هل يمكنك سحبه دون تمزيقه؟ كيف يمكن لميلاني فعل ذلك بسهولة؟ لم يتمزق ورق التواليت. كل هذا السحب أشعرني بالعطش. حسناً، يمكننا المحاولة مجدداً. هل أسحبه بقوة؟ هذا الكأس أثقل من سابقه؟ حقاً؟ يجب أن أعثر على المكان الصحيح. هذه اللفة تكرهني. لا أصدق أن ميلاني ربحت كل هذه الجولات. يبدو أن ميلاني في الصدارة. حسناً، أين ورق التواليت؟ كيف نفدت كل اللفات؟ هل تريدين رشفة من عصيري؟ أجل! بنات! هل هذا صوت أمي؟ ستذبحنا! جهزي نفسك لمحاضرة أخرى! مستعدون للجولة القادمة؟ هل يمكنك فعلها يا هانا؟ أو بكل تأكيد. هذه الحيلة تدور حول الوضعية الصحيحة. يجب أن أكون في الزاوية الصحيحة. ذراعاني للخلف وللأعلى. هل انبهرتي؟ هل تسمعين ذلك الصياح؟ إنه قادم من الأسفل. ركبتاي! الأرضية صلبة للغاية. لن أكرر غلطتها. سأريح ركبتي قليلاً. لن أعرض ركبتي لهذا التعذيب. يجب ألا يعيقني الغبار والأوساخ. هيا بنا. سأجلس الآن. أحتاج إلى حشوة أكثر. هكذا. لا أشعر أنها كافية. ستفي هذه بالغرض. أجل، إنها جيدة. سآخذ الوضعية وأسحب ذراعي للخلف. هل أنت مستعدة لرؤية بعض السحر؟ أوه، هذا أصعب مما توقعت. لا تقلقي، أنا قادمة. أوه لا، لا يمكن أن يحدث هذا. يا إلهي، هذا خطأك بالكامل. هذا مقزز جدا. ما نوع هذا اللحم يا ترى؟ الجولة الأخيرة قادمة. ملكة البوب قادمة. ويا للهول، حركات رقصها رائعة. أين تعلمت كل هذه الحركات؟ إن أعجبك رقصي، فستحبين حركة ركل القبعة. حسناً، لم أتوقع هذا. شكراً على الإكسسوار الجديد. أليست ظريفة؟ كان من المفترض أن تكون حركتي. حسناً، سأحاول ثانية. وركل. على الأقل، أعرف الآن أني جيدة في الركل. خيار مشوق. تاج، حقاً؟ ركلة أخرى؟ هي! و... هل رأيت ذلك؟ التدريب يبلغك الكمال، صحيح يا هانا؟ هانا، هل يمكنك التنفس هناك؟ يبدو أني تحمست قليلاً. ها
هل أبهرتك حيلة تيك توك في هذا الفيديو؟ أي حيلة ترغبين في تجربتها أولاً؟ هل شاهدتها بين المقطعين؟ اشتركي في قناتنا على اليوتيوب حتى لا تفوتي مستجداتنا.